بسرعة بسرعة. خطر لي اعمل مقلب صغير بشعت. اوكي شو خطر لي اعمل؟ شايفين هذا اللزق؟ رح الزق هون هذا الباب كله هيك لزق واصرخ لها لشهد تنزل من فوق وتيجي بسرعة. لما تيجي بسرعة هذا اللزق رح يضرب وشها. حاب اشوف كيف رح يكون شكل شهد. خلينا نبلش. اوكي يا جماعة صار اللزق هون جاهز. لزقت هون الباب كلياته. هلا رح اصرخ لشهد بحيث انه شهد تيجي بسرعة لعندي على المطبخ حتى هذا اللزق يضرب وجهه. هلا هيك شوي مبين. شو رح اعمل انا لاني عم بلمع؟ رح اطفي الضوء. شوفوا هيك ما بيبين ابدا. هيك نجحت الخطة. رح اسكر شوي هيك الباب. اوكي تمام. هلا خلينا شوي. بيبي 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 تعي بسرعة. احترق الدرع. تعي تعي انا مالي فاضي. تعي بسرعة بسرعة. ما فيها شي الدرع هاي. تاني مرة ما تحطي اشياء على الغاز وتطلعي لفوق. اوكي خلاص خلاص. لا لا انا بكون جاي. كيف مشيت علي؟ لا عادي يعني ومعصبة. تعرفي ليش طفيت الضوء؟ عرفت ليش طفيت. لا لو حايب لك الضوء شغال كان مبين. هي فهم فكرت هذا تبع الاكل. بس لا بجد على فكره بتعرفي شو؟ انا منيح ما عملته من هون من جوا والله. هون محل اللزق كان وجعي. انا عملته شو لك بعد بعد لازم الزق وشك بعد ايدك. انا ما لزقت لك وشك حبيبي. انا عملت من ثاني طرف. انا عملت من ثاني طرف ما فيه لزق والله. بعد ايدك مشان ما بدي الزق وشك. والله لا بعدي انت بدي اخط الزق بوشك. يلا تعي يلا هيك هيك هيك. فكر انا ما حطيت لك اياه مره طرف. اي دونت ومنيح ما حطيته مره طرف. طيب بجد والله العظيم كنت ازيتك. هلا اوكي حلو المقلب تبعي صح؟ انتي امورك تمام؟ ايه انا تمام. فرحانه؟ خليك هيك وافرح. شو خطر لك عن جد؟ بس ما كان مبين. ملعوبه صح؟ ما كان مبين هذا. انا يمكن لو عايف لك الضوء شغال كان مبين. مبين حسب حسب شو اسمه؟ طفي لي الاضويه. دقة ملاحظتك. يعني اذا واحد دقق فيه كثير اذا الضوء شغال كان مبين. انا جاي على الدرع انه خايفه تحترق لاني اخر وحده ضال عم برا. بتعمليها لإلك ولا لميرة؟ نعيما. اوكي الله ينعم. جايات اقوى. اوكي ماشي يلا. جايات اقوى. اقوى جايات اقوى اقوى اقوى. انتظرينا طلع لبرا. اقوى طلع لبرا. انا بالمطبخ مكاني هون. حسيت عم بتراقب. انا في حدا عم بيراقبني هيك. في عين انت تحت المراقبه. شو عم تعملي؟ جد شو عم تعملي؟ فرجيني فرجيني. رح اعرف يعني. قله انه انا تليفوني لحد الان ما عملت له سيتنج. قيد شو اسمه؟ انه انا لحد الان قيد التعديل. قد ايه صار له يومين؟ صار له يومين شاهد محترع على التليفون ما عم تعرف كيف تنقل داتا من هذا التليفون للتليفون الجديد. ما ظبط هلا. ظبط بعد شو؟ بعد ما دوختينا يومين. التليفون مشلوف يومين هنيك
بالمطبخ كمان شوي. شو علي؟ انا بدي اخذ التليفون. والله عن جد انا غلطان، جبت لك الايفون. خليني اعمل لك اياه، بس روحي تلاقيه جاهز. بس هو كيف بده يعمله؟ بده يعمله بطريقه انا ما بدي اياها، فاختلفنا عن هذا الموضوع. ضل بعدين تخانقنا، نقاشات، بعدين اعطينا بعض بوكس، وهو اعطاني كف وانا اعطيته كفين، فصارت كتير نقاشات عائلية على هذا الموضوع، وكتير اختلفنا، صار لنا فترة. انت عم تحكي على الفاضي بس عم تصفي كلام على فكرة. اوكي، المهم التليفون لحد الان ما ظبط. مهم بالاخير عملته على طريقتي ونجح. بعد كم يوم؟ 3 ايام. امتى جبت لك يانا؟ صار له 3 ايام حبيبي. لا يومين. 3 ايام مشكوك عم بتظبط بالتليفون. اوكي، ليش بتبالغ يا جماعة؟ انا بعرف العالم شو لما بجيها تليفون جديد بتحب اول يوم، باول يوم اول دقيقتين تفتحه وتستعمله، الا شهد لا عكس العالم. ليش؟ ما بعرف ليش. ليش عذبتينا يومين وعيشتنا توتر؟ مالي عكس العالم لكن. بس انا انت كشوفوا يعني، انت تكونوا الحاكم بيننا. اوكي، سيامان كيف كان بده يعمله؟ انه ياخذ يعمل لي ايميل جديد، اي كلود جديد، صح؟ اي كلود جديد، اي كلود جديد، وينقل الاب يعني بده ينزل للايفون الجديد تطبيق تطبيق. تخيلوا الصور، ما بعرف شو مفكر. كل يومين شات. في طريقه، خليني احكي. في لحظه كمل تحكي. ممنوع كملت تحكي عندي. ما كملت ممنوع. انا ما كملت. بس في طريقه انه بس بكبسه زر كل شيء اللي موجود بتليفوني القديم، صور، مكالمات، رسائل، كل شيء كل شيء كل شيء بالضبط ينتقل، يكون مثل تليفوني القديم بيكون مثل التليفون الجديد، الاثنين بيكونوا واحد. اوكي، فانا كان بدي اعمل هاي الطريقه. اي طريقه احسن، هاي ولا هاي؟ هذيك ليش داعمله؟ لان انت كل يومين مضيعه الاي كلود وكلمه سر الاي كلود، وبتجي تليفونك بجن ما بعرف شو بصله. فانا قلت اسوي لك اي كلود، اي كلود جديد، اي كلود، واظبط لك كلمه سر جديده بحيث انه انت ما تضيعيه. لاني انت بظن هاي كلمه السر الموجوده عندك على هذا التليفون ما بتعرفي. بتعرفي؟ لا انت بتعرفه. لا انا ما بعرفه كمان. بلا. لا ما بسجله عندي ولا شيء. قول شايفين؟ ما بتعرف. وشو بصير هلا لما بدك تنزل؟ والله اسمعي، لما بدك تنزل اي اب هي شو راح يصير تليفونها؟ ما بتعرف كلمه السر، ما راح تنزله، وراح يتيس التليفون، وبترجع بتقول لي تعال صلح لي، وبتدوخني معه. فانا مشان ما ادوخ من الاساس معه كنت راح اعمل لها اي كلود جديد، كلمه سر جديده، واخبي لها اياهم واعطيها التليفون جاهز. هي ما بدها. شو كلمه السر التليفون هلا؟ ما بتعرفي؟ انت رجعتي على المشكله القديمه هلا. اوكي، ليش؟ لاني انت بدك تنقلي كل شيء على التليفون الجديد. يعني هلا ما بتعرف كلمه السر تبعي؟ مو شو غيرتها على اساس؟ انا غيرت لك الايميل، اعطيتك اياه، قلت لك روح اتصرف. حسيت الامهات الكبار معتمدين على ابنهم. ابني حط لي كلمه السر. والله ما عندك اياها. والله لا قلتلك اليوم اذا ما عندك. شو خصني كلمه سر تبعي؟ شو نحطها بالنوتي كورنر؟ شو يعني هاي؟ يعني هيك كورنر للعقاب لما تعمل شيء. ما عملت شيء البنات. يعني لما تعمل شيء عم بقول. لا شوية، شو بتعمل يا حرام؟ أعقل منها ما في. أوكي، أحيانا بتتقاتل مع أخوها طبيعي. طيب ما كل الأطفال لازم عندهم نوتي كورنر. لا أنا ميرا تبعيتي ما في عندها نوتي كورنر. لا عندها. لا ما بصير يكون. لازم يكون في شيء نوع من العقاب. شو بس؟ شو العقاب؟ يعني مثلا تعاقبها بالنوتي كورنر، إنه لازم توقف هنيك دقيقتين. لسا صغيرة. تفهم. والله بتفهم. ميرا نجرب؟ لا خليها تعمل شيء غلط. شو التربيه الفاشله؟ ما كيف رح اثبت لك انه هي ما بتعرف؟ شو التربيه الفاشله هي ميرا حبيبي؟ مياو. لا تقلها عشان تفهم انه بس لما تعمل شيء غلط. طيب اوكي، تعي ما عامله شيء مسكينه تروح على فكره. ميرا ما بتعمل اشياء غلط، يعني انه شو بتعبي الدنيا اكل طبيعي. الطفل هيك بياكل. لا مو مزعجة ميرا ابدا. واحد عنده مشاكل، في واحد عنده مشاكل كمان صغير هذاك. بس شو مو اشغب من ميرا بكثير هذاك؟ ليش؟ ميرا هادية وكيوت. بتعرفي ليش؟ لاني لساته صغير ولانه صبي وعم بيكتشف. لانه صبي، لاني اي شيء ادم بشوفه بايد حدا شو من كان بحب يمسكه وياخذه. كس 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 ليبستيك ميك اب. يلا جيب مي كيس. اعطيني. ما بدها. طيب عرفاني منك
شوف يلا كيف راح تعطيني له. ميرا ميرا اعطي بوسه بابا. شفتي؟ شفت. لا تمسكي عايزيها. شفت كثير منيح. ميرا اعطي بوسه بابا. ما مسكتها انا ولا مسكتها ولا شيء. يلا جيب انا حقلها كمان. جيب بابا بوسه. يلا اعطيني بوسه. ما اعطيتك الك بدك تسمع كلامك تروح تيجي تعطيني. ها حبيبي شو بدك؟ طيب ليش عم تقاتلينا؟ ها؟ ليش هيك ميرا؟ اذا بدها شيء مننا بتقاتلنا. اوكي خلص. وين الريموت؟ وينه؟ وين حاطه الريموت انت؟ وين الريموت؟ وين الريموت؟ وين؟ وين؟ وين طيب وين وين؟ وين حاطين الريموت؟ ها الريموت هون. يلا تعال يلا تعال. خلاص اوكي ها تمام وضعك. يا سلام اليوم شهودة شو طبخت لنا؟ طبخت لنا بيتزا. طبخت لك بيتزا. قول مرتي ما بتدلل. لا بتدللني كثير. بيتزا وبعمل لك كل شيء بالبيت. كثر ما انقهرت يا حرام انه ما في ملوخيه بالسوق شو عملت؟ قالت خربانه وخربانه خلينا اوصي طلبات وناكل بيتزا. خلاص بيني وبينك انا بس انا عندي الكراتين. عندك كراتين كمان. اوكي بس انا استخدمتها. فهمت؟ شو رايك باللي وصيته؟ كله تمام. شوف اعترفت لحالها. شو رايك باللي وصيته؟ حالفة يمين يا بناكل ملوخيه يا بناكل من برا. إذا ما أكلنا ملوخية خلص بناكل أشياء من برا. آخر اليوم رح أنزل وأجيب لك 10 كياس ملوخية. سيامي. لا 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 شايف التشيز كيف عم يمر؟ كيف عرفتي أنا جاي على بالي بيتزا؟ يلا احكي لي هي غيرت لك فلتر. أنا قاعدة وين؟ جخي. في نص قلبك. وين؟ في نص قلبك. في نص قلبي؟ عم بقول عم بقول ليش دائما قلبي هيك بيعمل. لا سكر انت قاعده سكر اعمل لي بلوك. لا انا راح اعمل لك بلوك من سناب شات ومن حياتي بطلع لبرا. ليش حبيبي لهالدرجه خليتي عني؟ ما تقولش اشعار من هون ولا اي حاجه. هذا مو شعر يا عمري. بده كاتشب صح الاكل؟ بدون ما بيتزا بدون كاتشب ما بيستاهل. لن تكون بيتزا صح. هاي لازم تكون قدامك لاني يعني ما بحب هاي. انت هاي شو مكسيكانو؟ انا وصيت هاي لألك. والله؟ والله انا بحب المكسيكانو. طيب نتشارك يعني ناكل من هي وهي عادي. أوكي. اوكي تمام ماشي كثير عادي مشي الحال. حلت الموضوع. انت كثير سهله بحل المواضيع. بعد اليوم انت ما شفتوا ادم هذا هو المساغب. المساغب الصغير بس بينام ما شاء الله بس بينام. تعالوا ما بدي يجي. تعال جيت. اوكي بعتذر منك. انا طلعت انا ليلى لشاهد جيبي لي مارغريتا. يس اختلط علي الامور بس انت بتعرفيني دائما مكسيكانو. فكرت انه خلخبطت بيناتهم صح؟ ما انت بتعرفيني انه دائما شو ما باكل؟ ما بعرفك شيء انا. شو ما بتعرفيني؟ بعرفك ما بتحب الدجاج. انت مثل ظلي. طيب بعرفك بتحب الدجاج انت بالبيتزا؟ لا المكسيكانو ما فيه دجاج حبيبي. فيه دجاج. فيه دجاج بحبه.